آية وحكاية، آية وحكاية، كل خطرة نشوفو آية ونشوفو تاني حكاية، كل خطرة نشوفو آية ونشوفو تاني حكاية. آية تقوينا، حكاية تورينا، لربي معانا ديما، ربي 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 معانا ديما. آية وحكاية. بونجور ليز انفون، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية وحكاية. اليوم غادي نشوفوا آية جديدة وحكاية جديدة تاني. غادي نشوفوا معجزة من المعجزات اللي دارها يسوع المسيح كي كان على الأرض. يخبرنا الكتاب المقدس باللي كاين وحدة راجل اللي سموه بارثيماوس، وكان أعمى وما يشوفش والو. كان بارثيماوس توجور يقعد على جنب الطريق باش يتحنوا عليه الناس ويعاونوه. يخبرنا الكتاب المقدس باللي في وحدة نهار كانت زحمة كبيرة في الشارع الرئيسي. سمع بارتيماوس بزاف العياط وكانوا الناس يتزاحموا زعما وش كاين. بارتيماوس عرف وش كاين، عرف باللي يسوع المسيح فات من هذيك المدينة، وهذاك علاه جاو الغاش من كاع بلايص باش يشوفوا يسوع يسمعوا وش يقول. بارتيماوس كان باغي يتحنن عليه يسوع ويشفيه هو تاني. بارتيماوس كان باغي يسوع يرد له البصر باش يشوف الدنيا وما فيها. زعما اسك يسوع يتحنن عليه ويشفيه؟ دروك غادي نشوفوا باقي الحكاية، خليكم معنا. اليوم عندنا حكاية جديدة، وهاد الحكاية حقيقية نلقوها في الكتاب المقدس اللي تحكي لنا على واحد الراجل سموه بارتيماوس وكان أعمى. وقبل ما نشوفوا الحكاية عندنا اون اكتيفيتي اللي عندها علاقة مع الحكاية اللي نشوفوها مع بعض. اليوم عندنا اون اكتيفيتي ان بو سبيسيال. شكون اللي يقول لي شنو هما هادو؟ وي قولوا كاع معليش في رحبه. فوالا دي لونيت، ونديروهم وين تنديروا لي لونيت حنا؟ في عينينا. ونديروهم في عينينا وقتاش؟ في الصيف، في الشتاء، نروحوا البلاج. كي نروحوا لابلاج. برافو جيريمي. بصح هادو نوادر ثاني كي ما نشوفش نديرهم، ثاني كي ما نشوفوش. وي سي فري. دونك هادو نوادر شنو هي لا كولور تاعهم؟ الاسود. واو. دونك عندنا لكل واحد وحده، نحاول نقصوهم باش من بعد نديروهم هكا داكور، نلبسوها. هادي تاع جيريمي. هاكي لاس. فوالا كل واحد يحاول يقص، يحاول يتبع غير الخط هذا. الصوره شنو راكم تشوفوا فيها؟ الراجل. راجل وي يشوفش. راجل ما يشوفش، اعمى. شوفوا عينيه كيفاش دايرين، اسود. دونك ما يشوف والو. واحد كي يكون اعمى ما يشوف والو، دونك ما يشوف لا الشجر، ما يشوفش الشمس، ما يشوفش النجوم، الطيور، ما يشوفش والو، ما يشوف والو. كل شيء يشوفه ظلمه.
عنده أبيض وأسود يشوف. وحنا سيبيان شكر ربي ونحمدوه كل يوم في حياتنا على خاطر احنا نشوفو داكور؟ انتوما تشوفو بيان غاية دونك سيبيان شكر ربي على خاطر احنا نشوفو. وهاد الحكاية تخبرنا على هذا الرجل اسمه بارتيموس كي تلاقى مع يسوع المسيح وشفاه ورجع له البصر تاعو دونك ولا يشوف. دونك هاد لاستيك غادي نقصوه كل واحد يديره كيما هكا داكور. هادو تاع جيريمي ياك. اوبس هاني فازي هلا. قول لي يا جيريمي شراك تشوف قرع. نشوفو راشيل. هيا راشيل راكي تشوفي ولا ما راكي تشوفي؟ لا هاكي لاز ما رانيش نشوف. دونك كان الاعمى هذاك بارتيموس كيما راكو دروك هو ما كانش يشوف حتى حاجه داكور. دونك نحو هاد لي لونات ارتيفيسيال ونروح نسمعوا الحكايه. مازي كل واحد بلاصتو. اليوم الحكايه اللي غادي نشوفوها مع بعض هي حكايه جديده نلقاوها في الكتاب المقدس. وهاد الحكايه نلقاوها في انجيل مرقس اصحاح 10، إنجيل لوقا إصحاح 18، وإنجيل يوحنا إصحاح 9. هاكو عاقلين؟ نعاودو. إنجيل مرقس إصحاح 10، إنجيل مرقس إصحاح 10، إنجيل لوقا 18، إنجيل لوقا 18، وإنجيل يوحنا، وإنجيل يوحنا إصحاح 9، إصحاح 9. دونك خبرنا الكتاب المقدس باللي واحد الراجل سموه بارتيموس، وهذا الراجل كان اعمى وما يشوف والو كما شفنا في لاكتيفيتي. دونك ما كانش قاع يشوف، كان ديما يقعد مسكين على حافة الطريق قريب من أريحة، وكل يوم كل يوم يطلب صدقة من الناس اللي يفوتوا ثم. كانوا الناس هادوك يتحنوا عليه سيرمو، كاينين اللي يعطوا له شويه دراهم، وممكن كاينين اللي يعطوا له ماكله، على خاطر واحد كي يكون اعمى يقدر يخدم ولا ما يقدرش؟ يقدرش. دونك ما يقدرش يخدم على روحه باش يجيب دراهم ويصرف على روحه. اسكو شفت شي راجل ولا امراه عمياء راجل اعمى شفتو ديجا؟ شفتو. دونك كاينين بزاف ناس ما يشوفوش كيما حاله بارتيموس. وكما قلنا بارتيموس هو راجل مسكين كان ديما يطلب صدقة من الناس اللي يفوتوا ثم فهذيك الطريق. دونك في واحد نهار يخبرنا الكتاب المقدس أنه بارتيموس سمع، قلنا بلي هو ما يشوفش بصح سمع، واحد زحمة كبيرة صرات في الشارع
الرئيسي. سمع واحد الصوت كبير تاع رجلين الناس هذوك اللي كانوا يجريوا باش يشوفوا حاجة. تعرفوا شو راهم باغيين يشوفوا هاد الناس اللي كانوا يجريوا؟ لا. دونك بارتيماوس كان هو ثاني الى انسيستي باش يعرف شو راه صاري ثم. عرف باللي كاين سيرمون حاجه ماشي نورمال. وبعد وقت قصير عرف بارتيماوس باللي يسوع المسيح هو اللي كان ثم في المدينه. وتلمو بارتيماوس كان اعمى، هو ثاني ممكن كان يسقسي شراه، يسقسي الناس هادوك شراه صاري هنا وعلاش راك تجري وعلاش منا. ويخبرنا الكتاب المقدس باللي بارتيماوس عرف باللي يسوع راه ثم. وهكا الغاشي هادوك تلموا كاع على يسوع المسيح باش يشوفوا يسوع ويسمعوا شكان يقول. وبارتيماوس يخبرنا الكتاب المقدس انه هو كان باغي يسوع يتحنن عليه ويشفيه. ماناش عارفين اسكو بارتيماوس سمع ديجا ولا، مي سيرمون باين عليه باللي سمع باللي يسوع المسيح يقدر يشفي بزاف مرضى. دونك سمع ممكن شفى ناس صم والبوك مشلولين وعميان كيفه، على بيها كان يتمنى مسكين وباش يسوع يتحنن عليه. ورغم الضجة وقاع هذاك الحس بارتيماوس بدا يتوى ويقول يا يسوع ابن داود ارحملي. تعاودوا معايا، يا يسوع ابن داود ارحملي. برافو. دونك كي سموه بارتيماوس كان باغي يسوع المسيح يتحنن عليه كي يقول له ارحمني باش يسوع يشفيه، خاطر هو كان شا قلنا ما يشوفش. برافو، كان اعمى. وحسب رايكم مامسي قلت لها نشوف شكون غادي يجاوب فيكم، علاش كان يتوى بارتيماوس وي اكيلاس يتوى؟ باش ربي يحليه يشفيه. برافو. وي يتوى باش ربي يسمع، باش يسمعه. برافو رشاد، باش يسمعه ويجي يشفيه. وي جيريمي يقول لي يا ربي بنشوف. فوالا، باش يخبر يسوع يقول له رجع لي البصر تاعي باش نشوف. برافو، راكو شاطرين. دونك عقلتوا على شيء اللي قلته، سي بيان. ونزيدكم سؤال واحد اخر، علاه بارتيماوس كان يؤمن باللي يسوع المسيح غادي يشفيه؟ وي رشل، خطر هو يقدر يدير كل شيء. برافو رشل، على خطر سمع ممكن بارتيماوس باللي يسوع يقدر على كل شيء. وي جيريمي، يقول من ربي بس ما كان يسمعك كاع الحس يخاف، قل ربي بغي نشوف. فوالا سي بون، فهمت جيريمي شا قلت؟ وي يقول له يا شفيني. لا معليش انا نقولكم. وممكن ثاني بارتيماوس سمع باللي يسوع المسيح شفى واحده راجل اعمى كيفه، راكو معايا؟ واه. دونك ممكن نسمع هذا الشيء. الاجابه تاعكم ثاني صحيحه، يسوع المسيح قادر على كل شيء، هذا الشيء شفناه ديجا في الحلقات اللي فاتت. وزاد توغ بارتيماوس وقال شا قال له؟ يا يسوع ابن داود ارحمني. برافو، قال له يا يسوع ابن داود ارحمني. كان يتوسل، كان يزيد يتوغ والصوت تاعو سمعوه كاع هذوك الناس. وتلمون كاين بزاف غاشي ما خلاوش بارتيماوس يوصل عند يسوع المسيح، وهو ما بغاش كاع يسكت. وكان بارتيماوس يتوغ بالفور هكا يزق يا يسوع ابن داود ارحمني، وصوته فيه نبرة أمل ورجاء، كان يأمل باش يسوع المسيح يشفيه. وممكن تاني أعرف باللي هذه هي الفرصة تاعو، بلاك يسوع المسيح ما غاديش كاع يزيد يفوت في هذيك الطريق اللي يقعد فيها بارتيماوس. وفجأة تعرفوا شا صرا؟ لا. يسوع المسيح سمع صوت بارتيماوس ووقف حبس
كان يسمع شكون هذا اللي راه يحيط باسمي يا يسوع يا يسوع. بعد قال الغاشي هذوك اللي كانوا ثم معاه جيبوا لي هذا الرجل. وراحوا هذوك الناس راحوا عند بارتيماوس وقالوا له شوف يا بارتيماوس هو راه يناديك، هيا نوض يسوع راه يناديك. وكي سمع بارتيماوس باللي يسوع المسيح يناديه خلوا البرنوس تاعو على الارض وراح مع هذوك الناس. تعرفوا عليه؟ لا. باش يطلب من يسوع المسيح يشفيه. هذا ما كان ماشي حاجة، لازم تعقلوا على هذا الشيء. باش يطلب من يسوع المسيح يشفيه. وكي وصل عنده سقساه يسوع المسيح قال له واش راك باغيني ندير لك؟ تعرفوا واش قال؟ لا. بارتيماوس وي راشل قال شفيني خاطر انا مانيش نشوف. برافو راشل، طلب منه حاجة مهمة بزاف بزاف. بارتيماوس ما طلبش لا ذهب لا فضة لا ماكلة لا كسوة، يبورتو ما كانش عنده ماكلة ما كانش عنده كسوة، بصح هو طلب حاجة مهمة في حياته باش يشوف. وقالوا بارتيماوس أنا باغي عينيا تشوف. شفتوا شا طلب؟ باغي يشوف مسكين تلمون كان أعمى. وكان بارتيماوس يتمنى يشوف الأشجار ويشوف الطيور شا ثاني وأكيلس يشوف خواته يشوف الناس اللي حواليه، يشوف قاع الدنيا شكان فيها وقاع الشي اللي خلقه ربي كان بارتيماوس يتمنى يشوفه. وتقول الكلمة المقدسة في إنجيل لوقا الإصحاح 10 إصحاح إصحاح 10 الآية 52 الآية 52 سمعوا معايا شقلوا يسوع. فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. نعاودها. فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك. نعود غير هذا الجزء. فقال له يسوع اذهب اذهب إيمانك قد شفاك إيمانك قد شفاك. برافو، عقلوا على هذه الآية. فللوقت أبصر بارتيماوس، ثم تحلت عينيه ولا يشوف قاع الدنيا وفرح بزاف بزاف وأكيد أمن بيسوع المسيح. وطنك المسيح قال له إيمانك قد شفاك. والكتاب المقدس يخبرنا أنه بارتيماوس تبع يسوع المسيح. وقاع الغشي اللي كانوا ثم شافوا هذا المعجزة لدارها الرب يسوع مع بارتيماوس. وكاينين بزاف من الغاشي أمنوا وفرحوا. ومرة أخرى شافوا الناس سلطان يسوع القادر على كل شيء. دونك قدر باش يحل عينين شكون؟ أعمى. يسوع المسيح ما كان ولا حاجة صعيبة عليه، كاع الحاجات اللي احنا نتخيلوهم زعما صعب على علينا ولا على الناس ولا على الطب، يسوع ولا من بصح سهلة عند يسوع المسيح. هذا اللي شفناه في الحلقات اللي فاتوا وغادي نشوفوها ثاني مع بعض، بس هي كلمة الرب اللي تقولنا باللي يسوع يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. أمين؟ أمين. دونك الحكاية تاع اليوم شا تقول؟ باللي واحد الراجل كيفاش كان؟ أعمى. كان أعمى، قم بعد شا طلب هذا الراجل كي سمع باللي يسوع المسيح راه وين يقعد؟ وي راشل كان عم يعيط لربي باش كي يسمعه ويشفيه. برافو راشل، كان يعيط ويتوه باش يسوع المسيح يسمع ويشفيه. وشفنا بلي يسوع المسيح سمع واستجاب وشفاه واستجاب لطلب بارتيماوس وشفاه كما قال أكيلاس وجيريمي. عجبتكم حكاية اليوم؟ واه. دونك نوعدكم بحكاية أخرى في المرة الجاية. داكو ودرك انتم ثاني مشاهدينا ولا أحبائنا الصغار اللي يشوفونا عبر الشاشة، نقولكم باللي يسوع المسيح يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. تابعونا في الحلقة الجاية مع آية جديدة وحكاية جديدة من الكتاب المقدس. إلى اللقاء، باي. واو، حكاية تورينا باللي يسوع قادر على كل شيء. هاد الحكاية تورينا بلي يسوع يبغي كاع الناس.
اسك عجبتكم هاد الحكاية اطفال؟ تعرفوا واش دار بارتيماوس الاعمى كيعرف باللي يسوع راه في هذيك المدينة؟ بارتيماوس قعد يتوغ ويقول يا ابن داود ارحمني ارحمني. بارتيماوس كان يؤمن باللي يسوع غادي يعاونه، عرف باللي هذه هي الفرصة تاعه، على خاطر بالك يسوع المسيح ما غاديش يعاود يفوت من هذيك المدينة. بصح هو ما قدش يوصل يسوع مع كاع الغاشي اللي كانوا متزاحمين، وكاع الغاشي كانوا يزقوا عليه ويقولوا له اسكت على راك توا. يخبرنا الكتاب المقدس باللي بارتيماوس ما سكتش وعلى صوته اكثر، وفجأة وقف يسوع المسيح. تعرفوا علاه؟ على خاطر يسوع سمع صوت بارتيماوس وهو يزقي. طلب يسوع باش يجيبوا له الراجل الاعمى عنده، وكي وصل بارتيماوس عند يسوع قال له واش راك باغي نديلك؟ قال له بارتيماوس راني باغي عيني يشوفوا. تقول الكلمة المقدسة في إنجيل لوقا الإصحاح 10 والآية 52، فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك، وللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. حابوا نعود الآية مرة أخرى، إنجيل لوقا الإصحاح 10 والآية 52، فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك، فللوقت أبصر، وتبع يسوع في الطريق. حاولوا تحفظوا الآية انتوما تاني، بس ما تنسوهاش. خبرنا الكتاب المقدس باللي تمتم بارتيماوس أبصر وشاف النور وتبع يسوع. بعد بزاف الغاشي قعدوا يسبحوا ليسوع كي شافوا هذيك المعجزة اللي دارها قدامهم. شفتوا يا أطفال، يسوع قادر حتى يحل عينين الأعمى. نتمنى تكون عجبتكم حكاية اليوم كما عجبتنا احنا تاني. نتمنى تكونوا تعلمتوا باللي كل شي في حياتنا متوقف على إيماننا بيسوع. شكرا لكم يا أطفال، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج آية وحكاية. إلى اللقاء. باي باي.